السلام عليكم، مساكم الله بالخير. معكم أخوكم وليد المطيري، معيد في جامعة القصيم وحاليا طالب في جامعة كيس ويسترن في كليفلاند. الموضوع إذا الله يستر راح أبسطه قد ما أقدر. راح نتكلم عن الدنتن سنسيتيفيتي ثيوري، أو النظريات اللي تكلمت عن ليش الدنتن حساس. أول شيء لو نبي نتكلم عن النيرف، العلماء قالوا أنه موجود السنسوري نيرف وأيضا الأوتونوميك، كلها موجودة في البلب. وأيضا العالم راب في احد ابحاثه ذكر انه النيرف اللي موجود في اسنان الاطفال اللي برايمري دنتيشن وايضا البيرمننت دنتيشن متقارب، ما في فرق كبير. طيب لو نبي نتكلم عن السنسوري نيرف فقط اللي موجود في البلب، العلماء قسموه الى ان مايلينيتد اللي هي سي فايبر او مايلينيتد اللي هي اي فايبرز. طيب نبسطها اكثر. السنسوري نيرف اللي هو العصب المسؤول عن الاحساس في السن، قسموه العلماء انه ان مايلينيتد فايبر اللي غير مغطاه في طبقه الغير مغطى بطبقة الميالين، والقسم الثاني من النيرف هذه اللي هو مغطى بطبقة الميالين. طبعا ما ودنا ندخل في تفاصيل كثيرة، لكن نقدر نقول معلومة بسيطة انه اذا وصل السن مرحلة الريفيرسبل خلاص تدمر العصب، اللي ينقل الالم هو السي فايبر. والعالم نير وجد انه نسبة وجود السي فايبر في البالب هي تتجاوز 87%، يعني اكثر العصب اللي موجود هو سي فايبر. طبعا اللي راح هذا كله مقدمة، إلى الآن ما تكلمنا في صلب الموضوع، ليش الدنتن حساس؟ احنا تكلمنا انه موجود العصب في البلب، لكن ايش دخل الدنتن؟ طبعا العلماء كانوا يتكلمون من الستينات ميلادية وهم يتكلمون ليش الدنتن حساس، وبدأ أول بحث اللي هو الدكتور فرانك عام 1966. عام 1966 الدكتور فرانك كان يفحص الأسنان تحت الميكروسكوب، وجد انه في نيرف موجود في التوبيولز أو في الدنتن، وعلى طول حط أول نظرية اللي هي Direct Conduction، وقال إنه المسؤول عن الحساسية هذه هو العصب نفسه لأنه موجود في الدنتن. بدأ العلماء يبي يتأكدون من صحة النظرية هذه، وجابوا مادة معروف إنها تحفز العصب أصلاً، وضعوها على الدنتن وما وجدوا لها أي تأثير. وبالتالي سقطت النظرية هذه، وفي عام 1971 جاء مجموعة من الدكاترة وعلى رأسهم العالم إيفري، ووضعوا النظرية الثانية اللي هي نظرية ترانسدكشن. هذا العالم إيفري وجد أنه النيرف اللي موجود في الدنتن ملامس للأودونتوبلاستيك بروسيس، وبالتالي ينقل لها الإحساس. هذه النظرية الثانية زي ما قلنا كانت في 71 ميلادي. بعد كذا جاء دكتور في بداية الثمانينات ميلادية اسمه برجر، ووجد أنه ما في أي ترابط أو جانكشن بين النيرف والأودونتوبلاستيك بروسيس، وكانت استودي هذه هي هيستولوجيكال استودي، وبالتالي سقطت النظرية الثانية. بعد كذا النظرية الثالثة والأخيرة في بداية الثمانينات ميلادية جاء الدكتور برانستروم، ووجد النظرية اللي تسمى هايدروديناميك ثيوري. العالم برانستروم وجد أنه حركة الفلويد في الدنتن هي المسؤولة عن نقل الإحساس إلى البلب، وبالتالي النظرية هذه هي الأصح، وزي ما قلنا اسمها هايدروديناميك ثيوري. آسف جدا على الإطالة، أتمنى أني وصلت الموضوع بالشكل السليم.